النهاردة هنكمل باقي الجزء بتاع ال practical parasitology. المرة اللي فاتت كنا احنا بدأنا في النيماتودز وقلنا ان هي بتتقسم لحاجتين، لإما التيشو نيماتود لإما الانتسنال نيماتود على حسب المكان اللي هي بتسبب له الانفكشن او اللي هي بتصيب. وبدأنا بالانتسنال نيماتودز، عرفنا ان في اربعة احنا هندرسهم اللي هو الاسكارس لامبركويدز، الانكستوما ديدونال، تريكروس تريكورا، وانتروبيس فيرميكولاريس. احنا خدنا منهم المرة اللي فاتت حاجتين، الاسكارس لامبركويدز والانكستوما ديدونال. فاضل لنا التريكروس تريكورا والانتروبيس فيرميكولاريس اللي هناخدهم دلوقتي. التريكروس تريكورا، التريكروس تريكورا او الويب ووم او الدودة الصوتية، دي من انواع الديدان الورلد وايد. وورلد وايد يعني منتشره في العالم كله واكتر في الاطفال، وبتعمل حاجه اسمها تريكورياسيس. تريكورياسيس دي عباره عن ايه؟ التريكورياسيس دي بتبقى انفكشن بتيجي للاطفال اكتر. الاعراض بتاعتها بتبقى اعراض عباره عن نوزيا وفوميتنج، بيبقى الطفل مهما بياكل او كده ما بيزيدش في الوزن، الم مستمر في الامعاء، بتبقى اعراض كلها انتستنا. وبتبقى دايما بنقول مميزه في حاجه ان هو الديفلوبمنت بتاع الطفل بيبقى قليل، يعني ايه حجمه بيبقى اصغر. ليه؟ لان هو التغذيه بتاعته بتبقى ضعيفه. ده لينك فيه كل حاجة عن التريكورس تريكورا. المرة اللي فاتت انا كنت منزلكوا الفيديو في البرزنتيشن ذات نفسه، بس هو تقريبا في حاجة دلوقتي لايسنس جديدة في اليوتيوب بقى صعب ان يتحمل منها حاجة، فده اللينك بتاعها اللي عايز يدخل يشوف الفيديو من على اليوتيوب على طول. تمام، شكلها عامل ازاي التريكروس تريكورا؟ احنا قلنا انها بتعيش في اللارج انتستين اكتر، وزيها زي اي نيماتود بيبقى عباره عن عندي نوع ميل وعندي نوع فيميل، بيبقى شكلها شبه الصوت. تمام، بيبقى ده الجزء الرفيع، ده بيبقى الانتيريور بارت، يعني هي بادئه من هنا وبعد كده مكمله. ده البوستيريور بارت بتاعها، يعني العكس، مش ده المقدمة بتاعتها وده نهايتها، لا، الجزء الرفيع ده هو المقدمة بتاعتها والجزء ده هو النهاية بتاعتها. طبعا احنا عشان نعرف نفرق بين الميل والفيميل بنفرقهم عن طريق الحجم. باين جدا ان حجم الفيميل بيبقى اكبر من حجم الميل، وكمان البوستيريور اند في الميل بيبقى راوندد او كويلد زي هنا دي كده، اما الفيميل بتبقى ستريت. تمام، في كذا حاجه هناخدها بعد كده قدام، نثبت كده على طول ان دايما الفيميل بتبقى ستريت. في كذا حاجه هنفرق ما بين الميل والفيميل بتبقى بالطريقه دي، الفيميل دايما ستريت والميل دايما كويلد. برضو هنا دي الفيميل وده الميل. The female organism is 50 millimeter long، بتبقى الفيميل حجمها كبير أكبر من الميل، وبيبقى عندها slender anterior يعني اسطواني، الجزء الأولاني اسطواني، وعندها thicker posterior end بتبقى النهاية بتاعتها أسمك، والميل بيبقى smaller وعنده coil posterior end. ده المورفولوجي بتاعها. طب انا بيفيدني بان انا اعرف المورفولوجي ان انا اعرف اعمل دياجنوز للمريض لما انا اشوفها في الفيسز، او لو انا عملت له منظار وشفت الدوده دي في اللارج انتستين اعرف هو عنده ايه، فلازم اعرف الشكل بتاعها. ده بيبقى شكلها تحت الميكروسكوب. بالنسبه للنيماتودز بتبقى الديدان بتبقى كبيره، يعني لما بشوفها تحت الميكروسكوب اولا بتبقى كبيره واضحه على الشريحه من بره، ولازم احرك كده الميكروسكوب عشان اشوف ايه كل الاجزاء بتاعتها. الحته دي هنا ده الانتيريور بارت بتاعها، وبعد كده لو مشينا بالميكروسكوب شويه هنلاقي ده البوستيريور بارت، طبعا ايه البوستيريور بارت. وبعدين لو زومنا شويه على الحته دي، ده كده بعد ما زومنا، تمام، بيبقى في حاجه اسمها انفيرتد سبيكيول. تمام، ده الميل. طيب بالنسبه لللايف سايكل بتاعتها،
اللايف سايكل بتاعت النماتوز بتبقى بسيطه جدا. بيبقى عندي انفكتد هيومن، الانفكتد هيومن بتنزل الايج بتاعت انفكتد هيومن عنده التريكوستريكرا الميل والفيميل عايشه في اللارج انتستين، بتطلع الايج مع الفيسس. بعد كده بتفضل الايجز ديت موجوده في السويل، موجوده في الخضروات بتاعت الارض، يعني تبقى موجوده مع التربه. اللي بيحصل ان الواحد لو اكل الحاجه دي مش مغسوله، او لو طفل صغير بيلعب وفي في ضوافره الاكس دي، فياكلها، لما يجي ياكلها تاني بتخش تاني للهيومن، الهيومن تاني، وبعدين تبتدي ديفلوب لميل وفيميل وتكمل اللايف سايكل. زي ما قلنا في اي لايف سايكل بيهمني الحاجات دي. طبعا من اللايف سايكل اللي احنا قلناها هنوقف دقيقه ونملا البيانات دي كده لوحدنا من اللايف سايكل اللي احنا عرفناها، وبعد كده نرجع نعرف ايه هي الاجابه الصح. طبعا من اللايف سايكل نقدر نعرف زي ما قلنا الهابيتات بتاعتها. دايما ما نقول كلمة هابيتات معناها ان الهابيتات بتاع الادلت وورم، ببقى دايما بتكلم عن الادلت وورم. طيب الديفينيتيف هوست الهيومن زي باقي النيماتوز، انترميديت هوست نو انترميديت هوست ما غيرناش حاجة. الدياجنوستيك ستيج الايج انستول نفس الكلام. الانفكتيف ستيج بتبقى الايج ويز ماتيور لارفا، وبعدين الايج هنا بتبقى شكلها مميز هنعرف شكلها قدام. المود اوف انفكشن بيبقى فيكال اورال روت. يعني ايه كلمه فيكال اورال روت؟ يعني عن طريق التلوث من الفيسس اللي هي فيها الايج، او عن في طبعا عن طريق children hands، لان دايما الاطفال الصغيرين حتى في البيبي كلاس دايما يقولوا لهم او في الحضانات دايما يقص لهم ضوافرهم. مهم جدا نقص للاطفال ضوافرهم. ليه؟ علشان الايجز بتاعه البارازايتس كلها بتيجي في الضوافر بتاعه الاطفال، وخصوصا النيماتودز، وخصوصا النيماتودز هي اكتر حاجه منتشره عند الاطفال. التريتمنت عندي ميبنتازول وزي بقيه النيماتودز، واحنا هنعمل فيديو مخصوص لطريقه التريتمنت العامه بتاعه البارازايتس كلها. البريفنشن ازاي امنعها؟ قلنا عشان نمنع اي بارازايت افتكر اللايف سايكل واقطع اللايف سايكل. ازاي اقطع اللايف سايكل؟ اقطع اللايف سايكل ان انا اعمل بروبر هاي ديسبوزل اوف هيومن ويست، ان انا اخد بالي من الهيومن ويست اللي هي الفيسز ديت لازم تبقى متعالجه كويس، ومياه الصرف تبقى متعالجه قبل ما لو هنضطر ان احنا نروي بيها اراضي زراعيه. والكنترول اوف شيلدرن هايجين ان احنا ناخد بالنا من الهايجين بتاع الاطفال. ده شكل الايج اللي موجوده في الستول، بتبقى لونها اصفر وتبقى بارل شيب او شكل البرميل، وستو بلاجز كانها برميل مفتوح من ناحيتين، تمام، وبتبقى شكلها مميز جدا من الحاجات اللي بتبقى سهله وبشوفها على طول تحت الميكروسكوب. ناخد اللي بعدها وهي انتروبيس فيرميكولاريس او البين ووم. البين ووم او الدوده الدبوسيه، الدوده الدبوسيه دي من اشهر الحاجات الموجوده عند الاطفال. تقريبا مفيش طفل ما عدتش عليه البين ووم. لو انت عندك اي طفل في العيله او في البيت لازم عد عليه الانتروبيس فيرميكولاريس، مفيش بيت ما عداش عليه الانتروبيس دي. الورد بتبقى وورلد وايد، عشان كده بنقول عليها وورلد وايد لكل الناس، وبتيجي للصغيرين والكبار. بتعمل حاجه اسمها انتروبيازس او اوكسيريازس، ده اسم المرض. يعني ايه انتروبيازس؟ من غير كلام كتير هو ده الانتروبيازس. بتبقى عباره عن ان الدوده او الدوده التبوسيه دي بتعيش دايما في اللارج انتستين خاصه، بس انا عندي الفيميل ووم بتطلع دايما في الوقت بتاع الليل، تطلع للانس اوبننج عشان تنزل الاكز بتاعتها وبعد كده ترجع تاني. فبتتحرك كتير في الانس، فبالتالي بتسبب اللي احنا شايفينه ده. المورفولوجي بتاعتها بتبقى صغيره جدا بالملي، بس ممكن اشوفها بعين المجرده، ممكن انا
لو شفتها اعرف، وبتبقى سهله جدا نعمل لها ديتكشن عند الاطفال بتست اسمه سكوتش تيب. سكوتش تيب ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا باخد زي مسحه من الاطفال من الانس اوبننج وبحطها على حاجه عامله زي البلاستر او اللي هو اللزق السوليتاب ده، وده وبعدين بحطها على السلايد وبشوفها. ده شكلها طبعا صغيره جدا قصاد المسطره صغيره جدا. ده شكل المورفولوجي، بيبقى شكلها من قدام مميزه بحاجه اسمها الدبل بالب سوفيجس. زي ما احنا شفنا كل النماتود اخدناها، كل دوده من النماتود اللي احنا اخدناها بتبقى مميزه. بعرف شكلها منين؟ بعرف شكلها من الجزء اللي في القدام، سواء الاسكاريس سواء التريكروس سواء الانكليستوما او سواء الانتروبيس. ده الدبل فالف اسوفيكس المميز للانتروبيس. وبعد كده عشان اعرف ميل ولا في ميل ببص على الجزء النهائي منها. زي ما اتفقنا الفيميل دايما بتبقى ستريت، يبقى اللي فوق دي الفيميل والفيها كويل من الاخر دي تبقى ميل. الفيميل دايما ستريت والميل دايما كويل. برضو لايف سايكل بسيطة جدا، ميل وفيميل في اللارج انتستن. الفيميل هتطلع تنزل الاجز في الانس والاجز تنزل مع الفيسس تتنقل لطفل تاني. ومشكلة البين وورم انها بتتنقل من طفل لطفل بسرعة مش طبيعية. يعني لو طفل في ايده الاجز او في ضوافره الاجز بتاعة الانتروبيس ممكن تتنقل لطفل تاني بسهولة جدا، حتى في اللبس حتى لو اطفال بيستخدموا فوطة مشتركة كل ده بتسبب العدوى. برضو اللايف سايكل بتاعتها هنوقف شوية ونشوف ازاي هنملى البيانات بتاعت اللايف سايكل. الهابيتات بتعيش في الهيومن كولوم. الديفينيتيف هوست الهيومن، انترميديت هوست نو، انترميديت هوست. الدياجنوستيك ستيج طبعا الايج انستول، وهناخد الشكل المميز للايج. الانفكتيف ستيج الايج اللي بتبقى ديستريبيوتد ان ذا انفايرمنت، موجوده في كل حته موجوده لو في مكان فيه اطفال كتير. المود اوف انفكشن طبعا فيكال اورال روت باي هاندز، او حتى بالانهيليشن، حتى لو بالانهيليشن لو في اجز في الدست بمعنى الهدوم اتنفضت او حاجه ممكن الاجز دي برضو تسبب العدوى. التريتمنت بالميبنتازول او الفلوبنتازول. مشكله الاجز ان انا حتى لو انا اديت الميبنتازول والفلوبنتازول فهي هتموت الدوده، بس الاجز مش هتموت، هتفضل الاجز موجوده في الانس. فبنعمل ايه؟ فلازم بعد اسبوعين نعالج تاني. دي من ضمن الحاجات المهمه جدا في علاج الانتروبيوس فيرميكولاريس، ان انا بعد ما بدي الجرعة بتاعت الدواء بستنى اسبوعين وبعدين اكرر الجرعة تاني، تكون الاجز اللي موجودة لو فيها ورم تطلع واعالجها عشان امنحها انها ترجع تاني خالص. وفي كمان حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، ان لو في طفل عنده انتروبيس للمكولاريس في الاسرة او في البيت لازم البيت كله ياخد العلاج، مش الطفل المريض بس، لا البيت كله لازم ياخد العلاج. لان غالبا لو طفل عنده انتروبيس في الميكولاريس فهو لا اما جايبها من بره اوريدي عداهم حتى لو معرضش عليهم لسه ما ظهرش عليهم الاعراض، او اخدها من حد في البيت عنده الاعراض. دي شكل الايج بنسميها دي شيب، لان هي بتبقى شكلها شبه حرف الدي. تمام. وباخدها عن طريق ايه؟ قلنا باي سكوتش تيب ميثود، ان انا باخد سواب من الانس اوبننج بس عن طريق سوليتيب. بجيب السوليتيب وبحطه عند الانس اوبننج وبشيله احطه على السلايد على طول. تمام. ودايما العينه باخدها في الايرلي مورنينج. ليه؟ لان بتبقى الديدان بتلاقي الاكس بتاعتها بالليل، دايما بتطلع في الفتره بتاعت بالليل او بتزيد الـ الاعراض بتاعتها دايما بالليل. فانا باخد الايه
باخد العينه دايما في الايرلي مورنينج بالادهيزيف تيب واحطها على الميكروسكوب عشان يظهر لي الشكل ده. كده ابقى انا خلصت الجزء اللي احنا كنا عايزين نشرحه من الانتستينال نيماتودز.